إذن مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من نواحي بن سليمان، خطير جدا. فالحفرة اللي بجانب المدرسة مازال ما مصلوحة، مازال مصلحوها، مازال مدرو لها الغطاء الحديدي ديالها، وكتشكل خطورة كبيرة وكبيرة على الساكنة وعلى مستعملي الطريق، خصوصا تلاميذ الأطفال الصغار اللي كتشكل عليهم واحد الخطر كبير وكبير جدا. إذا دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من نواحي بن سليمان. فخطير جدا صراحة الحفرة اللي كنا بجانب المدرسة وكتشكل خطر كبير وكبير جدا، فمازال ما تم الإصلاح ديالها ومازال مفتوحة وكتشكل خطر كبير وكبير، خصوصا أن الحفرة جات بجانب مدرسة ابتدائية، وكتعرفوا 8 معاش كتجي في الصباح الباكر، يعني باقي الظلام، يعني الأطفال الصغار كيلعبوا بالجانب ديالها ومازال ما تم الإغلاق، فكارثة صراحة تقدر توقع لحنا في الغنى عنها. دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تي في، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من نواحي بن سليمان. خطير جدا، حفرة ديال روكار كبيرة ومفتوحة وكتشكل خطر كبير على مستعملي الطريق، والخطير في الأمر أن هذا الحفرة توجد في جانبها مدرسة، يعني خطير جدا، في أي وقت تقدر توقع كارثة اللي احنا في الغنى عنها. الصورة امامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تي في، صراحة منظر صادم ومنظر خطير جدا. شوفوا معايا الحفرة تقريبا فيها واحد 3 أمتار، فحفرة كتشكل واحد الخطورة كبيرة لا على مستعملي الطريق ولا على التلاميذ، لأن بجانب الحفرة هنالك مدرسة ابتدائية بجانب الحفرة. الغريب في الأمر أن التلاميذ كيقراو مع 8 الصباح في هذه الحفرة، فتقدر توقع كارثة في أي وقت، لأن التلاميذ كيجيو في الظلمة، عارفين 8 معاش كتجي في الظلمة في باقي الليل، الدراري صغار ما كيعرفوش يبداو يلعبوا في هذا المكان، لان كيلعبوا فوق هذا المكان يقدر يطيح شي دري ولا شي بنية وتوقع كارثة اللي حنا في الغنى عنها، مع العلم ان هذا الغطاء ديالو غطاء بسيط، غطاء حديدي تم الاصلاح ديالو من طرف الناس المسؤولين، وتدوز الامور كلها بخير ان شاء الله.
إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شعب قناة، شفت في الصورة واضحة أمامكم، فمشهد خطير جدا كيف ما كتشوفوا معايا. هذه الحفرة فين كتتواجد بجانب مدرسة ابتدائية، وبجانب الحفرة كاين طريق أساسية، ولكن الغريب في الأمر هو أن هذه الحفرة منذ مدة والغطاء ديالها ما كاينش، وكتشكل خطورة كبيرة على التلاميذ، خصوصا أن التلاميذ هم أطفال صغار يعني كيقراو في الابتدائي. فتمنوا الخير، تمنوا يتم الإصلاح ديال هذه الحفرة في أقرب وقت إن شاء الله. إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شعب قناة شوف تي في، فما بقى لي إلا نودعكم، دمتم في رعاية الله، نلتقي في بث مباشر مع موضوع جديد، ونتمنى أن يتم إصلاح هذه الحفرة في أقرب وقت، ويتم الغلق ديالها بشي باب حديدي، حتى إن شاء الله التلامذ يجيو المدرسة على الراحة ديالهم. دمتم في رعاية الله مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.